مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج عيادتنا. وزي ما عودناكم في كل مرة بيكون معانا ضيف محقق نجاح في مجاله، بيكون معانا ضيف تارك لي بصمة في مجال الشغل بتاعه. اخترنا النهاردة ضيفنا يكون من الشرقية. سمعنا انه في مركز طبي هناك، المركز يعني انا لما شفته لقيت ان المركز صراحة الديكوريشن بتاعته شكلها جميل جدا. لأول مرة بشوف مركز طبي للأسنان بيحقق الإجابة اللي دايما كل المشاهدين لما بيدخل عيادة الأسنان التعقيم أخباره إيه. شكل المركز من برة جميع الأجهزة موجودة فيه، شكل المركز من برة كل أدوات وأجهزة الأسنان متوفرة فيه. لما سألنا عن صاحب المركز لقينا الإجابة بتقول إنه كان لازم ينورنا النهاردة في الاستوديو ضيفنا الكريم، هو عضو الجمعية المصرية لزراعة الأسنان وأيضا عضو الجمعية الأمريكية للتقويم، وحاصل أيضا على دبلوم طب أسنان الأطفال جامعة قناة السويس، ومدير المركز الطبي للأسنان بالشرقية. منورنا دكتور محمد صديق. نور حضرتك يا أستاذ أيمن، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بيك دكتور محمد. يمكن حضرتك حابب تكلمنا النهاردة عن أثار التدخين للأسنان. حضرتك اتكلمتي في موضوع كبير جدا، موضوع مهم يهم معظم الناس، موضوع التدخين. التدخين دي ليه اثار ضاره جدا على الصحه اولا قبل ما يكون على الاسنان. فبالنسبه لمجال الاسنان اثار كتيره قوي، يعني السبب الرئيسي يسبب سرطان الفم. سرطان الفم ده مشكله كبيره جدا. تمام. يعني ده السبب الرئيسي في موضوع التدخين. تمام. تاني حاجه بقى بالنسبه لمشاكل الاسنان ان هو ممكن يعمل لخلخه في الاسنان. تمام. يعني ياثر على عظام الفك العلوي والسفلي للاسنان، فبالتالي يعمل لخلخه لمعظم الاسنان. تمام. ثالثا ممكن يغير لون الاسنان. تمام. يعني مثلا لون الاسنان الابيض البراق تلاقي اللون اتقلب لاسود بسبب التدخين ده يعني. تمام. ثالثا يعني ممكن يعمل انحسار للثه. تلاقي اللثه فيها تاكل وفيها نزيف مستمر. صحيح. تمام. فبالتالي مش سهل جدا ان هي تتلخلخ، مش سهل جدا ان هي تعمل حساسيه. تمام. مع ايا كان، مع السائع، مع السخن، مع اي لو هواء بسيط كده تلاقي فيه الم شديد جدا. تمام. يعني ممكن يا دكتور المريض يجي العياده يشتكي من كل المشاكل اللي حضرتك قلت لنا عليها بسبب التدخين وهو مش عارف. هو يعني بنلاقي انه بتصادفنا ناس كتيره جدا تيجي تشتكي من مشاكل لسه زي ما حضرتك ما اتكرمت علينا، او انه يكون بيحمل سرطان الفم، وده موضوع يعني يمكن خطير ومحدش اتناوله قبل كده. فاحنا هنا لاول مره يمكن دكتور محمد بيقول لنا انه التدخين بيسبب سرطان الفم. طيب ازاي نقدر ان احنا ندي نصيحه للناس المدخنين، وخاصه انه حضرتك عارف انه يمكن نسبه عاليه جدا من مجتمعنا مدخنين او مدخنات. تمام. اول نصيحه الاقلاع عن التدخين. ده لازم يعني، بما ان ده شيء صعب او موضوع يعني بيجي خطوه خطوه ما بيجيش مره واحده. تمام. بس الافضل للمدخن ان هو يبطل تدخين او يقلع عن التدخين، لان في دراسه انا قريتها يعني ان الطفل لو يبدا مثلا او الشاب او الرجل من سن 18 سنه ان هو يدخن علبه في اليوم. تمام. على مدار 5 سنين، الفتره من 5 سنين ل 10 سنين بيفقد 4 سنان. تمام. تمام. يعني شايف الخطوره لحد ايه؟ بيخسر 4 سنين من كل الفم اصلا، اللي هو يعني على مدار قريب هيلاقي نفسه فعلا الناس بتخسر بتخلع لسنه سليمه للاسف. تمام. يعني تمام. وتلاقي ويعمل رائحه للفم كريهه. دي حقيقة. بنلاقي ان معظم الناس يقول لك رائحة فم كريهة، وتفضل تسأله في الآخر يقول لك أصل أنا بدخن، هو ده يعمل رائحة الفم. تمام. ثالثا برضه ممكن نعمل رواسب جيرية، طبقة البلاك. تمام. فطبعا فالنصيحة الأولانية الإقلاع عن التدخين. ثانيا استخدام الفرشة والمعجون. تمام. ثالثا أنصحه إن هو يروح لطبيب الأسنان زيارة كل 3 شهور. تمام. يعني الشخص السليم أو المش مدخن يعني ممكن زيارة كل 6 شهور، انما المدخن بالذات وبالاخص لازم 3 شهور. يعني كل 3 شهور اي حد اللي هو عنده عاده التدخين لازم بيروح، ما يقولش انا ما انت قلت كل 6 شهور يا دكاتره. لا، الافضل هو كل 3 شهور ان هو يعمل، بيكون عرضه لمخاطر التدخين اكتر من الشخص العادي في الاسنان. هو يعمل تنظيف، يعمل تلميع للاسنان. تمام. اي رواسب جيريه ينظفها. ثالثا بقى نستخدم بقى غسول للفم. تمام.
كل انواع بقى اي وات ايفر، ايا كان نوع المعجون او ايا كان نوع الغسول او نوع المضمضه، لازم ان هو يهتم بالنظافه. النظافه دي مهمه جدا، يعني معظم الاشخاص تمام ممكن تكسر عن النظافه ديت، صحيح بس صدقيني بجد بتفرق جامد، صحيح. بتحافظ على صحه الفم، بتحافظ على الصحه الشخصيه، على بدن الجسم، مهمه جدا. تمام. طيب دكتور، هل في حلول لمشاكل الأسنان اللي هي مرتبطة بالتدخين؟ طبعا في حلول كتير قوي، زي ما قلت لك استخدام الفرشه والمعجون. ثانيا ممكن يعمل تبيض، تمام. يعني تبيض الاسنان ده مهم جدا، وده شيء يعني من علاج الاسنان الحديث، تبيض، ودي ان تمام شاء الله هنتكلم عنه يعني باستفاضه. تمام بس فانا بنصح اي واحد مدخن ان هو يعمل تبيض تمام مع استخدام الفرشه والمعجون، طبعا مع اي سوس ينضفه، اي رواسب جيريه، اي تمام حشوات حضرتك يعني. تمام طيب دكتور، بالنسبة لموضوع بقى تبييض الأسنان اللي هو محور اهتمام يمكن كل المشاهدين، واحنا برضو رابطينه هنا مع حضرتك للناس المدخنة، لأن هي زي ما انت تكرمت علينا وقلت لنا انهم عرضة اكتر ان لون أسنانهم يتغير، سواء لون أصفر او بني على حسب بقى عادة التدخين بالنسبة له. تبييض الأسنان الأول، الناس حابة تعرف ايه هو تبييض الأسنان؟ تمام، ببساطة كده يا أستاذة إيمان، تبييض الأسنان ده عبارة عن إيه؟ يعني طبقات من معجون من مادة اسمها هيدروجين بروكسايد. تمام المادة دي بحطها لاير باي لاير، يعني طبقة طبقة، ده أنا تمام بحطها بضمن إن هي توصل لسطح السنة. ده في العيادة صح كده؟ بعمله في العيادة. ثانيا لازم تخترق طبقة المينا عشان توصل لكل أجزاء السنة، ولازم إن أنا أنظف زي ما قلت في البداية أي تسوس، أي تمام صبغات من التدخين، تمام وات ايفر ايا كان. يمكن في صور كمان يا دكتور نازله على شاشه التلفزيون اوكي للحالات اللي حضرتك عملتها للتبييض. اوكي تمام، ف الشاشة. او عشان الناس تقدر انها تشاهد فيها. طبعا تمام انا بطمن كل الناس ان موضوع التبييض ده موضوع سيمبل جدا، موضوع سهل جدا، تمام ما بيستغرقش يعني ساعه الا ربع في الوقت، وثانيا تمام ما فيهوش اي خطوره، تمام يعني ما فيش اي فورس، ما فيش اي مثلا بينج، مفيش اي تمام حاجات تخوف الناس. زي ما يمكن بص يا دكتور، الحالات اللي احنا اشتغلنا لها ده اثناء التبييض صح كده؟ تمام، دي دي قبل، بعد يمكن كمان لما حضرتك يعني في بيضت صور صح؟ عندك قبل وفي صور بعد، تمام في صور اثناء الشغل. السنان ما شاء الله لونها كمان ابيض جدا تمام. لكل طبقة السنان يعني. انا بقول لحضرتك يعني في فرق شاسع بين قبل وبين بعد، تمام والموضوع سيمبل جدا، والموضوع امان جدا، تمام. الموضوع ما فيهوش اي ريسك، ما دي فيهوش اي اخذت مع خطر. حضرتك وقت قد ايه في العياده يعني عشان بقول تطلع باللون لحضرتك يعني الابيض ده؟ ساعه الا ربع، ساعه الا ربع. ساعه الا ربع، يعني انا زي ما قلت لك بعملها لاير باي لاير، لاير باي كل لاير. لاير يعني ما تستغرقش ربع ساعه. تمام، وده عن طريق جهاز ليزر او جهاز معين؟ جهاز ليزر موجود عندي برضو في العياده، تمام. خاص بالتبييض، جهاز امان جدا، صحي جدا، جهاز على اعلى مستوى، تمام. الموضوع بسيط جدا، وثانيا برضو يعني مش مكلف، يعني عشان عشان الناس دايما بتسأل. يعني دايما تمام. الناس بتسأل عن ان اي خدمات في الاسنان مرتفعة مكلفة، فالموضوع بسيط وسيمبل واسعار ونتيجته ما شاء الله مبهرة يعني يعني، ان شاء الله. نتيجة يمكن الحالة اللي احنا عرضناها، السنان بيضة جدا جدا جدا. يعني ان شاء الله ممكن تبيض يقعد 3 سنين، 3 سنين. ان شاء الله ما فيش اي تغير، ما فيش اي صبغات بتظهر جديدة، بس طبعا ده معاه بشرط استخدام الفرشة والمعجون. طب في فرشة أو معجون معين مثلا المريض اللي عمل تبييض لازم يمشي عليه الفترة يعني في دي؟ معاجين مثلا غنية بالفلورايد، تمام ومعاجين ضد الحساسية، لأن تمام يعني معظم الحالات بعد التبييض بيبقى المريض بيشعر بس تمام بشوية حساسية أو شوية آلام، ده بسيط يعني ما بتستغرقش يوم يومين وبتزول تماما إن شاء الله. تمام طيب بالنسبة برضو للمريض بقى اللي هو اللي بيدخن، هل أوكي، التبييض يفضل معاه الفترة دي الكبيرة كلها؟ ما انا قلت لحضرتك يفضل 2 أو 3، بس بشرط ان هو ايه يعتني باستخدام الفرشه والمعجون. تمام وطبعا الناس اللي هي بتشرب مثلا شاي قهوه كتير، الحاجات دي برضو لازم فرشه ومعجون، تمام عصائر برضو بكل اشكالها وانواعها لازم برضو استخدام فرشه ومعجون. يعني ما يعتمدش المريض ان هو انا عملت تبييض خلاص بقى طبعا. فانا مش هستعمل فرشه ومعجون، لا انا هي كده، سنانها انا بيضت كده ما ووقت عملتش ما حاجه، تصفرها هروح للدكتور انا كده ما يبيضها عملتش تاني. حاجه، انا ما عملتش طريقه حاجه. العنايه او الوقايه. ده مهم جدا، ده نمبر 1 ان انا اعمل تبييض، بيعتمد تمام على نجاح التبييض.
تمام. طب دكتور، في تعليمات مثلا معينه حضرتك تحب توجهها للمشاهدين؟ الناس دايما بعد لما بيعملوا تبييض الاسنان يعني بياخد بعضه وينزل ياكل او يشرب شويه بيبسي ويرجع، ايه ده يا دكتور هي السنان اسودت تاني ليه؟ فهل في تعليمات بقى معينه لازم فعلا العيان، يعني هو بيفتكر ان التبييض حاجه سيمبل وسهله وجمل في نفسه فيمارس بقى حياته العاديه؟ تمام. هو طبعا التبييض شيء ممتاز جدا، يعني بيدي ثقه للنفس. تمام. يعني حضرتك بتبتسمي وانت مش مكسوفه من حاجه، بتبقي رافعه راسك لفوق كده زي ما بيقولوا يعني. تمام. تمام. ثانيا هو سيمبل جدا ومفيش اي الم، بس طبعا النصائح اللي انا بديها للناس ان اول حاجه ان هو يبعد عن تناول اي ماده فيها كافيين زي القهوه، النسكافيه، الشاي، يعني مده 3 ايام بعد التبييض ما يشربش اي حاجه، لمده 3 شاي، ايام قهوه، نسكافيه لمده 3 ايام. المفروض يوم يومين بس، انا يعني تمام بدي فتره للناس علشان يثبت اللون، عشان هو مش بيلتزموا اصلا عشان يلتزم بالتعليمات. بالمواعيد. تمام. ثانيا برضو بالنسبه للتدخين، يعني هو يقعد برضو يومين او 3 ما يدخنش، ما يعني يدخنش. المريض اللي بيدخن هتروح تعمل تبييض اقلم نفسك ان انت يومين 3 ممنوع ممنوع تدخين. التدخين. ثالثا بقى استخدام المعجون الغني بالفلورايد. اوكي تمام. لو في حساسية ممكن ياخد مسكنات بسيطة جدا، يعني بنادول أو أو بعض أي الناس فعلا بتعرض لحساسية في بعد التبييض، بعد بيكون التبييض في ألم شديد بالظبط كده. مثلا، في ألم مع الساقع والسخن، دي بتبقى عادية يا دكتور لا صح؟ يعني عشان بتاخد وقتها لأن نطمن طبقة الناس المينا يعني. متفتحة، اهو فتلاقي تمام. مثلا العصب يعني قريب أو مكشوف، يعني بالنسبة لأي سوائل، أي تمام. حاجات ساقعة باردة يعني الناس اللي سخنة بتعمل كده. تبييض ما تقلقش لو لقيت الدنيا حساسية شوية مع حاجة سخنة لا أو حاجة طبيعي، باردة. لا مع الوقت بتروح. تمام بس تمام عشان ما بتروح. يقلقوش. طيب دكتور، يمكن قبل ما نطلع للفاصل كان في حاجة كده شفتها لحضرتك اللي هي زي فصوص كده وحاجات على الأسنان، ودي على فكرة بدأت إنها تنزل مصر وتطلع موضة في الفترة دي وبنشوفها اوكي. في أماكن التجميل والعرايس والحاجات دي، تمام. فتقول لنا إيه عن الكريستال أو الفصوص بتاع الأسنان؟ تمام. حضرتك هو زيه زي التبييض، موضوع تمام. برضه بسيط جدا وسيمبل وبيدي مظهر جمالي وابتسامة تمام. مشرقة. بالنسبة للبنت اللي هي مقبلة على فترة الزواج أو خطوبة، صح، ساعات بيطلبوا مني مثلا حاجة كده دي يعني. حقيقة. واحنا كبنات اللي هو لازم عشان الضحكة والصور في الفرح والحاجات دي تمام. كلها أو في الحياة العادية هي لأنه عبارة عن بدأت حاجة حلوة يعني. كريستال، يعني باللغة البلدي بتاعتنا البسيطة زي الخرز، يعني حاجة بسيطة تمام. جدا، ما بتاخدش مثلا سمك كبير أو حجم، بس هي شكلها كده براق شوية، تمام. أبيض لامع، تتثبت على السنة من بتثبت على بره سطح يعني. السنة بس، وبنشفها بجهاز ضوئي تمام. وبلزقها كده بحشوات تجميلية وبس وخلاص مفيش وخلاص، بينج او ابره او اي ولا بينج حاجه. ولا أي آلام ولا، والموضوع يعني ما يستغرقش 10 دقايق تمام. والافضل طبعا انها تعملها في عياده الاسنان طبعا علشان نختار المكان الصح اللي احنا طبعا. نحطها فيه، ما طبعا. تعملهاش في اي مكان تاني. طبعا عشان التعقيم اولا، طبعا بالظبط، الدكتور فاهم موضوع هو بيعمل التعقيم ايه صح كده صح. بس. تمام. طيب احنا يمكن هنطلع فاصل دلوقتي مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل هنرجع لكم ومكملين مع دكتور محمد صديق. صديق اخصائي طب الفم وجراحة الاسنان، عضو الجمعيه المصريه لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه للتقويم. النهارده بفضل الله قمت بعمليه زراعه فك كامل لاول مره في مدينه دافيا. زراعه فك كامل بدون جراحه بدون الم. الحاله طبعا اخذت معانا اسبوع بفضل الله. الحاله طبعا قبل ما تيجي المركز عندنا عانت كتير قوي من التركيبات المتحركة، وكانت تشتكي دايما من عدم الأكل، فالحمد لله قمت بإجراء العملية ليها. طبعا في فرق شاسع، يعني حضرتك هتشوفوه قبل وأثناء الشغل وبعد الشغل إن شاء الله. ثانيا الموضوع كان بسيط جدا، سهل، مفيش أي مشاكل، مفيش أي أعراض جانبية. وبفضل الله تعالى عملت لها 6 زراعة أسنان، 6 يونت. بفضل الله المادة كويسة جدا، تتلائم مع العظم، مفيش أي مشكلة، مفيش أي أعراض جانبية، مفيش أي ورم.
مفيش أي قلق إن شاء الله اللي حابب يعمل الموضوع ده. ثانيا أنا بطمن كل واحد حابب إن هو مقبل على الموضوع ده، إن الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. الموضوع زي ما أنتم شايفين في الفيديوهات والصور عندكم، الموضوع على أسهل مما تتخيل. الموضوع عن الفتح والخياطة والكلام اللي الناس كانت واخدة عنه قبل كده، الموضوع ده خلاص عملنا الحالة دي بفضل الله، حالة فورية بدون أي جراحة، بدون أي أعراض جانبية، بدون أي تخييط. الموضوع سهل وبسيط جدا زي ما أنتم شايفين. وثانيا أنا بزرع مواد يعني تتلائم مع عظم الفك، يعني مواد مصنوعة من مادة التانيوم، المادة دي متلائمة جدا مع عظام الفك وبتتلائم بسرعة، ومادة آمنة جدا ومادة صحية. ثانيا بالنسبة للتكاليف الموضوع يعني بسيط، يعني التكاليف مش عالية خالص، حاجة متوسط يعني تكون متناول معظم الناس، والناس هتحس بالفرق. يعني اللي هيجرب هيحس إن هو فعلا في فرق جامد بين التركيبات المتحركة ومشاكلها بكل أنواعها، وفي فرق شاسع جدا بين الزراعات وبين الزرع. وإن شاء الله أنا بوعدكم بمفاجآت كتير وعروض كتير إن شاء الله، ودايما في خدمتكم، ويهمنا الابتسامة بتاعتكم، ويهمنا سعادتكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع دكتور محمد صديق. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، يمكن في الفقره الثانيه حابين بقى نتكلم عن موضوع بيشغل كتير جدا من المشاهدين، سواء بقى رجال او سيدات، فينير الاسنان. ايه هو اصلا فينير الاسنان؟ تمام. الفينير ده هو يعني احدث مجال وجد حاليا في الاسنان. تمام. الفينير ده عبارة عن، أو باللغة العربية، عدسة الأسنان أو قشرة الأسنان. هو عبارة عن إيه؟ هو طبقة رقيقة جدا بتتحط على سطح السن. تمام. بتديكي مظهر جمالي، بتديكي ابتسامة كويسة جدا، ما فيهاش أي ضرر، ما فيهاش أي ريسك، ما فيهاش أي مخاطر. دي اللي هي بيقولوا عليها ابتسامة المشاهير أو هوليوود سمايل. أوكي، يعني دي زي حاجة زيها كده، بس دي طبعا حاجة ثابتة، لان ابتسامه المشاهير دي حاجه يعني متحركه، ممكن يعني تتلبس في المناسبات، في اي ايفنت، اي كده. بس يعني دي تركيبه جديده بتفضل ثابته، او اقل من التركيبه بقى بتفضل ثابته مع المريض. اوكي. يعني هي بتفضل ثابته مع المريض مثلا 15 سنه. تمام. يعني فتره من 9 سنين ل 15 سنه. تمام. هي امنه جدا، شكلها شفافه جدا، ما المريض ما بيتضايقش منها. تمام. ما فيهاش اي لود على المريض. حاجة بتثبت بمواد معينة عندي وبثبتها على سطح السنة. تمام. بتحس بفرق شاسع. بتغير طيب من شكل بتغير. او لون الاسنان كمان؟ يعني يمكن في ناس لون سنانها ما بيطلعش مهما بيضت بقى فيها، بتبقى فقدت فعلا الامل، فهل ممكن نقول لها تعمل فينير ده يبقى حل بديل ليها؟ اوكي. يعني احنا اتكلمنا عن التبييض. تمام. يعني لو حالة فشلت في التبييض مثلا، نخش على ايه؟ الفينير. تمام. يعمل فينير على طول يعمل الاسنان. الفينير ده زي ما قلت لك، انا ما باخدش حاجه من سطح السن عكس تمام. التركيبات التانيه. صحيح. التركيبات انا لازم ابرد من جميع اجزاء السن، طبعا في مشاكل كتير وبنج يعني موضوع صعب. لكن الفينير ما باخدش من طبقات السنان خالص يعني. يعني حاجه رفاهيه، حاجه يعني حاجه سيمبل. تمام. حاجه يعني راحه نفسيه. تمام. طيب دكتور، المريض لما بيقول انا هعمل فينير، هل ليه مميزات وعيوب؟ طبعا. يعني احنا قلنا مميزات الفينير، اول حاجه انا بعمل فينير ليه، او هدف اي حد عايز يعمل فينير هدفه ايه؟ تمام. ان هو يحصل على ابتسامه كويسه. كويسه. ان انا عايز اغير من شكل سناني. عايز ان انا اقعد في اي مكان، واتيفر، اي مناسبه، اي حاجه، ان انا ابتسم براحتي. تمام. ما بقاش مكسوف ان انا ببتسم. ما بيبقاش كمان فيها شغل او مجهود كبير للناس أي... اللي بتخاف شويه او. تمام. انا بقول لحضرتك ما فيهاش اي، يعني مثلا ممكن ما اديش بنج اصلا بدون ابره. بدون ابره يعني لو في حالات مثلا تستدعي ان انا ما بديش بنج خالص. تمام. ان انا حضرتك يا استاذ ايمان، انا باخد 2 من 10 من ملي من سمك السنه، عارفه يعني ايه؟ يعني حاجه لا تذكر. عشان المشاهدين برضو بقوا فاهمين، 2 من 10 ملي يعني مش حاجة. زي خربشه بسيطه جدا تخشينة. على السنه، زي شغل يعني حاجه يعني بسيطه حاجه جدا. تخشينه بس كده ان انا اثبت عليها القشره دي او العدسه دي. تمام.
طبعا شكلها على حسب درجات اللون بتاعت الاسنان، بقدر ان انا اختار اللون المناسب اللي هيمشي مع السنان. تمام. ثانيا زي ما قلت لك تقعد فتره طويله 15 بتعيش سنه مع العيان. تعيش مع العيان 15 سنه، ما يشيلش هم اي حاجه ان هي تقع تاني ويروح للدكتور تاني والكلام ده نهائي. تمام. يعني اكاد ان احنا لما نيجي نشيلها لو في اي مشكله بنشيلها بصعوبه جدا. تبقى مثبته على سطح السنه، يعني خلاص المريض ينساها، انساها يمارس حياته، اكل شرب، اكل شرب، وتفضل ثابته معاه خلاص حاجه وانتهى منها. وزي ما عودتنا برضو السعر بتاعها يا دكتور، عشان الناس اللي بتقلق دايما، لان انا سمعت ان اسعار حضرتك يعني حاجه بسيطه ونتيجه ممتازه. الله يكرمك. انا يعني ان شاء الله يعني في نهايه الحلقه كده عامل مفاجات كويسه يعني ان شاء الله لمشاهدينا. تمام. حضرتك ممكن تقول لنا عليها من دلوقتي قبل ما الوقت ياخدنا، عشان الناس اللي دايما مقلقه من جيبها قبل ما بتدخل عياده الاسنان. في فعلا ناس بتبقى محتاجه خدمات تجميليه للاسنان زي ما حضرتك ما اتكلمت، التبييض، الفينير، ولكن مشكلتهم الاسعار. فحضرتك قلت انا هوعد مشاهدينا الكرام، مشاهدين حضرتك منتظرين المفاجاه والهديه اللي حضرتك داخل عليها بيهم النهارده. ان شاء الله يعني عامل خصومات تصل ل 60%. 60%. 60%. تبييض وفينير يا تبييض دكتور؟ تبييض وفينير جميع الخدمات. تمام. يعني والفينير والتبييض بالاخص فيها خدمات وخصومات جامده جدا. خلوا بالكم، يعني احنا بنقول تبييض فينير اللي هي يعني عصب الاسنان في التجميل، يعني الخدمات دي عاليه جدا جدا ومعظمنا محتاجها، يمكن كتير قوي من الفئات العمريه او السيدات محتاج جدا الخدمات دي. طبعا. وبالنسبه لاي عروسه برضو او اي فتره خطوبه برضو ليها عندي برضو هديه كويسه. تمام. برضو من ناحيه فينير، من ناحيه بريسنج، من ناحيه تبييض، يعني ان شاء الله وشغل كويس الحمد لله يعني، وخامات كويسه. تمام. فمفيش اي قلق، يعني اي سؤال بدور في اي مريض في ذهنه ان شاء الله هيلاقي كل حاجه موجوده عندنا. تمام. ما يشيلش هم اي حاجه خالص. تمام. طيب نصيحه من حضرتك اخيره لاي حد بقى خلاص قرر انه هيروح لدكتور محمد صديق، طبعا اتواصلوا من خلال الارقام التليفونات والعنوان اللي موجود على الشاشه، والشرقيه مش بعيده، طالما انا رايح لدكتور المركز بتاعه يعني تعقيم رقم واحد الخدمات، وزي ما شفنا طبعا حديثنا مع الدكتور التبييض والفينير يعني كلام ان ده اللي يدل على انه احنا معانا شخصيه ناجحه بجد في مجال طب الاسنان. فنصيحه اخيره كده تقول ازاي يقدر المريض اللي عمل تبييض وفينير العنايه، روشته كده سريعه من حضرتك ليهم. اوكي. طبعا انا بطمن كل حد مقبل على اي خدمات عندي ان شاء الله، بطمنه من ناحيه التعقيم، من ناحيه نظافه المكان، من ناحيه الخدمه الكويسه، الاستقبال الكويس ان شاء الله يبقى مبسوط. ثانيا بطمن كل الناس ان الاسعار في متناول الجميع، يعني حتى الظروف على قده او اللي صحيح. هو غير قادر او مقتدر برضو ممكن اراعيه، يعني ان شاء الله ما فيش اي مشكله. تمام. ثالثا طبعا فرشه ومعجون ده نمبر 1 في كل حاجه. فرشه ومعجون يا جماعه طبعا حاجه بسيطه جدا مش مكلفه جدا، بس عايزه اهتمام، عايزه متابعه يوميا. ثانيا مثلا هتعمل فينير او كده مثلا، طبعا تبعد عن الحاجات اللي هي اي نواشف، اي حاجات مثلا عادات سيئه مثلا ان هي تحط اي حاجه في بقها او كده، انا بنصحها برضو ان هي تفضل تحافظ على الحاجه ديت برضو. تمام. وان شاء الله خير بامر الله باذن الله. دكتور محمد صديق لقائنا معاك النهارده بجد ممتع جدا. بجد الله يكرمك. بتوجه ليك طبعا بالشكر. الله يكرمك يا فندم. بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، كنت معاكم ايمان اللبان.